يعني هذا الدومين بحد ذاته وخاصة مع الـ LBC إذا في يسميه دومين أو لا، لأنه يمكن ولا نهار حسيت حالي إنه أنا بشتغل. يعني لما تكون عم تعمل شيء أنت بتحبيه بتعيشيه، يعني بصير حياتك، سو بتجي مش تتعمل الشغل، بتجي لتعيشي هيدا الحياة. يعني قطع علينا كتير وأنا قطع علي كتير، يعني خاصة بلشت المطرح كتير بعيد عن محل ما أنا، ومع الـ LBC قطع علينا كتير. يعني نحنا شفنا حرب، شفنا سلام، مهرجانات، فرح، شفنا بلاد العالم كلها سافرنا عليها، متركنا مطرح ما برمناه. وقت بتكون انت عم بتصوري ببلدان العالم تروح تكتشفي هالبلدان كلها وحضاراتها، اكيد ما تكوني عم تشتغلي، خاصه اذا معك كاميرا عم تطلعي للعالم من اللانس، تشوفيهم بطريقه كليا مختلفه. خاصه قبل كنا نشوفهم ابيض واسود، يعني اللانس ما بنسى هذا الشعور وقت تحطي لانس عينك على الفيزور وبتطلعي وتشوف الدنيا بالابيض والاسود، بتكون على حقيقتها لو شو ما ملونتيها اسود وابيض كل شيء. فحياتنا انا بالنسبه لإلي ما كانت شغل، كانت حياه عايشها بين زملاء، بين رفقات، بين مواضيع، كيسات، قلت لك فرح، حزن، مصايب، صورنا حرب، شفنا ناس متشقفة على الطرقات، وبقت صورنا حفلات ومهرجانات وفرح وناس طايرة. الحلو بهذا الدومين بحاجة مش دومين، أنه بتعيشي كعائلة، خاصة الـ LBC كانت هذا الجو اللي هو عائلة. يعني بتكوني عم تشتغلي أكيب كامل، في مخرج، في كاميرا، في صوت، في كل العالم، مدير مسرح. إذا أنت قاعدة عم تطلعي على ستاف عم يشتغل، ما بتعرفي مين المخرج، ما بتعرفي مين الكاميرا، الكل عم يشتغل كل مع بعضه لهذا العمل اللي هو بالنسبة لنا هذا لازم يوصل على الهواء، لازم نوصله للناس بالطريقة والهدف اللي نحن بدنا إياه.